هاد المنطقة هاد البلاصة كانت غير غابة في غار الزرب وسميتو الغابة. المشروع الأول اللي فكرنا لا هو هي نشريو التراكتور الجرة الفلاحية. حنا درنا اتفاقية مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مساهمة ديال المبادرة ساهمت معنا في واحد الملف شرينا التراكتور في التكلفة الإجمالية ديالها هي لو وهي 21 مليون. المهم فكرنا حيدنا داك الزرب وحيدنا داك الشيء ودرنا ليه واحد الثمن رمزي للفلاحة ألا وهي 70 درهم، 70 درهم 80 درهم، هذه هي باش خدمنا في الأول. الدعم ديال الجماعة من طبيعة الحال لقينا هاد الناس هما اللي موجدين رؤوسهم، ما جيناش عطينا الدعم حتى لقينا الجمعية واقفة على رجليها وعندها رؤية مدى البعيد، عنده مشروع أولا ديال الأراضي ديال السكان اللي هما دخلوا في الشراكة مع الجمعية، ثم جي حنا كجماعة دخلنا معهم في المبادرة، لأن المبادرة ما يمكنش تعطيك إلا 60% و70%، وحنا كجماعة ساهمنا بكثير بهذا المشروع، ساهمنا في الطاقة الشمسية، ساهمنا في الماء الصالح للشرب، كذلك في الحفر ديال الآبار، ساهمنا كذلك في آلة الجرار باش يديروا الحرث. يعني حسينا بأنه حنا الجماعة ماشي غير جينا عاوننا، لأن لقينا الجمعية يعني جرات واحد العدد ديال الشركاء، إذا حنا حتى المساهمة ديالنا راه كتكون عادية. اللي كنشوف المشروع والدراسة واقف على رجليه كاين معاه من تخدم ما كنلقاوش مشكل، يعني حنا كمجلس يعني بالإجماع ما كاينش نقاش في هاد المساهمة ديال هاد المشروع. مهم قلعنا هاد الارض كامل، لقينا داك الارض وجهزناه حتى ولا بعدا حتى ولا نقيه حتى ولات الارض مقاده، ودرنا واحد الطوبوغرافي، جينا واحد المهندس طوبوغرافي، درنا الطوبوغرافي المساحه الاجماليه ولا وهي 52 هكتار اللي كاينه من هنا حتى لداك الرمبا حتى للدوار ديال ساكا كاينه 52 هكتار، وقسمنا على جوج، درنا الشاطر الاول ودرنا الشاطر الثاني، درنا الشاطر الاول درنا فيه 26 هكتار 26 هكتار في الاول، والشاطر الثاني درنا فيه 26 هكتار اخرى. المهم 26 هكتار هي اللي مجهزه دابا، القنوات الرئيسيه ديال الماء بالكوتاكود بالكوتور بالصلاسيون ديال الزيت. المهم فكرنا يا الاول باش نغرسوا الزيت، هاد 26 هكتار تقريبا غرسنا فيه شي 7000 شره ديال الزيتون اللي تغرسات فيه دابا. مشروع جماعي فيها المنخرطين، فيها تقريبا 45 منخرط اللي فيها. كيجيب واحد الالتزام وواحد الوكالة واحد النموذج عند لوفيس كيعطوها لنا كيلتزموا مع الجمعية كيدخلوا كيوليو منخرط. حنا اللي مكلفين بالمشروع، حنا اللي شدينا المشروع وتكلفنا، هما دابا عطاو داروا لك واحد الوكالة غربي اللي هو ديك الدعم مالية باش تكلف به لاسوساسيون تكلف بها الجمعية. المهم المشروع دابا مجهز الحمد لله، راه في القنوات الرئيس ديالها بالكوتور بالكوتاكود ديالها بسميتو، ودرنا واحد لا سيفونسيون شدينا فيها لا سيفونسيون، ودرنا فيه ثاني لا سيفونسيون ديال الزيتون، فكرنا درنا سيفونسيون ديال الزيتون غرسنا فيه 7000 شره ديال الزيتون، شدينا فيه لا سيفونسيون تقريبا شي 90000 درهم اللي شدينا في لا سيفونسيون في 7000 شره ديال الزيتون. المهم دابا المهم المشروع الحمد لله راه بخير، نجح 100%، وفكرنا ثاني درنا المشروع ديال الخضره ديال البيولوجيه البيو، فكرنا درنا القرعه ودرنا الفول والجلبانه العام الاول ودرنا البطاطا والمهم اللوبيا. الفلاحه كاينه فلاحه تقليديه ولكن حنا فكرنا نديرو فلاحه عصريه باش نقتصدوا في الماء، باش الاقتصاد في الماء، عندنا السوايع ديال التقليديه ولكن غير كيضيعوا الماء، وكان الزيتون الشجره تحت الشجره الشجره تحت الشجره ولاو داكشي بحال البصا بحال ما بقاش كيعطي حتى شي نتيجه ما كيعطي. حنا فكرنا هاد البلاصه باش نديروا فيها فلاحه غير ضيعه باش يستافدوا منها الفلاحه ديال موليها. كنا في التسعينات بغينا كاع نخرج من البلاد، لقاش كيكون في حيط كندير الخضره وندير الزيت وداك الشيء، كتوصل هاد الوقيته كتكون الشمس قاصحه كيكون الماء ناقص ولا كاع كيتقطع. ودابا الحمد لله ملي درنا هاد المشروع دائما دائما عندنا الخضره هنا، درنا خضره درنا الزيت درنا كل شيء، عندنا دائما الماء عندنا دائما شاط لنا الماء الحمد لله، رجعنا اكثر في هاد الشيء الماء فابور ما على حساب 5 سنين حتى ينوضوا الزيت حتى يدوروا شي حاجه باش علاش يتخلصوا. داكشي علاش بناس نتشجعوا من الناس بزاف وخدامين الحمد لله. الزيت راه درنا عام راه شاد هادي دابا راه قربات ولد، بغينا نديروا الدلاح قاشنا درنا شي تجربه تما وشنا الدلاح مزيان وشفنا الفتيخ البلدي مزيان وشفنا ما درنا ماتيشا مزيانه والحمد لله، بغينا ندير كل شيء اللي درنا في هاد البلاد كينوض، خصنا على الماء دابا الماء الحمد لله موفرين عندنا بزاف مزيان.
حنا السكان فكرناهم بواحد القضيه، كنا في الاول خايفين تهربوا من هذا المشروع، تيقول لك اسيدي الدوله المخزن غيدوا لنا الارض ديالنا، قال لك كيقول لك غيدوا الارض. حنا كتكون دابا تقريبا الورثه كتكون 5 د الوارثين ولا 6 ولا 10 د الورثه في الدار. حنا هضرنا معهم، جمعناهم وهضرناهم، قلنا لهم اودي حنا دابا ما كنتخاصموش على الارض، ما كنتخاصمو حنا ماشي المحكمه، ماشي قاضي، ماشي في الارض كذا، حنا واحد في الدار الا كاينين 5 ولا 6 واحد اللي غيدير لك ولا التزام، واحد فيكم. وهاد الارض دابا الا تجهز فيها الزيتون وفيها الغرس وفيها المسيل، راه تفرقوا انتم بيناتكم، الا انتم 5 ولا 6 كل واحد غيدي النصيب ديالو، فرقوا انتم، حنا تكلفناها بالجيج بحال شريتو سما. بالنسبه للفلاحه الحمد لله كانت عندنا في الاول تقريبا 45، دابا ولا 85 من الخارج، كانت الشطر الاول فيها 45، دابا ولا زاد النص بالنص، لان شافوا التجربه في المشروع الاول في الشطر الاول. الشطر الثاني الحمد لله راه زادوا هذوك اللي بقاو، لان ما متيقينش ديك الساعه في هذا المشروع، ملي شافوا هادشي ديال الكوتا كوت وتنقيت داك الشيء ساهل، ما عجبهم داك الشيء. الفاتوره ديال الضوء كانت كتجينا 7000 درهم 8000 درهم في الشهر، دابا الحمد لله الطاقه الشمسيه هي خدامه فابور الحمد لله، كنطلعوا الماء وكيستافدوا منها الفلاحه، فيها المصالح للشرب ديال الديور، فيها 106 الكونتور اللي كان في الدوار، كيستافدوا منها الشرب والسقي بجوج الحمد لله، والبير كيعطي تقريبا 9 لتر الثانيه الحمد لله، استفدنا 100% في هذيك الطاقه الشمسيه اللي عنده المشروع، اللي دار المشروع وما دار الطاقه الشمسيه راه ما دار والو، الطاقه المتجدده راه ما عنده والو، ما دار والو، راه ما خرج له الحساب الحمد لله. دابا الفلاح راه عطينا المفاب والحمد لله، حنا كنستافدوا غير من الماء ديال الشرب، كانت فاش كنتخلصوا حنا كجمعيه، اما ديال السقي عطيناه 50 الفلاحه فابور، حتى طلعت الزيت حتى يشوفوا العربون، لان الا ما شافوا التجربه وشافوا الشيء تيقول لك هذا الشيء ما يمكنش، لان ما متيقينش في الكوتاكوت، كيقول لك شنو هي الكوتاكوت، راه كيتخوى واحد النقطه وهذه داك الشيء ما خدامش. دابا الحمد لله ولات الحاجه، ولات القضيه محسنه الحمد لله. اول حاجه دابا تنينا في البهيم، اللي دار الفصه الحمد لله، اللي دار الفصه عنده الغنم، عنده الماعز، عنده البقر، عنده كذا، استفدت من الفصه، هذه هي النقطه بالنسبه للالف، هذه من جهه. والنقطه الثانيه الحمد لله بالنسبه للخضره، حنا عندنا الخضره والنعناع وكذا، الخضره اللي كنستافدوا منها الحمد لله الخضره البيولوجيه البيو الحمد لله، خضره مزيانه كنستافدوا منها، ما فيها الدواء، ما فيها الكيماويه، ما فيها والو، مزيانه للصحه. على حساب الخدمه، خاصة في وسط الصيف في هذا الشهر 7 و8 الإنتاج قليل، لأن تيكون هذاك الشوم، أنا تيكون ذاك الشرقي وذاك الشوم تيخرج لنا على الخضرة. بالنسبة دابا يفوت دابا في الشهر 9 و10 و11 و12 و1 و2 تقريبا حتى لواحد الثاني حتى الشهر 2 ولا الشهر 3 مزيان، الإنتاج تيكون 100% الحمد لله، تنتجو مزيان. جاو عندنا المستثمرين، جاو وبغى يخدموا معنا، قال لك نعطيكم 30% ولا 40% باش نخدموا معكم، ولكن الفلاحه مالين الارض مازال ما استعدوا بهاد النقطه، تيتخلعوا من الارض ديالهم باش يمشيو لهم. بالنسبه للتسويق كان تسوقوا، حنا كيتسوقوا الكنيان لهنا، كيجوا لهنا، كيجي للبلاصه، كيتسوقوا الخضره وداك الشيء، كيجوا للبلاصه، كيتسوقوا البحيره، واني المنتوج قليل، لان المنتوج خاص كما قلت لك قبيله، خاصه في وسط الصيف ناقص، اما الفله اما بالنسبه للمنتوج خاص غير ما تبيع، كيجيو حتى للبلاصه. بالنسبه للمواد البيولوجيه حنا كالثمن اللي كدرنا واحد الاشهار، واحد الاشهار شهرنا في المعارض وشهرنا في البلايص، درنا 10 دراهم الكيلو، بحال هذه على هذه، بحال اللفت، بحال القرعه، بحال البطيخ البلدي، بحال درنا النعناع، ربطار كبيره ديال النعناع، الفصا، كلشي درنا 10 دراهم، هذه على هذه، هي الثمن اللي درنا حنا كالبيروجيه، هذا الشيء ديال الخضر ديال البيروجيه. المشكل الكبير هو ديال الطقس، ديال الحراره، الحركه تشكل خطر، هذه النقطه الاولى. دابا كنفكروا في واحد التقني اللي غير يرشدنا في هذا المشروع التقني، لان كل وقت عارفه اشنا هي الغلات اللي غتستافدوا منها، تعرف اشنا هي الحاجه اللي غتجي في وقتها. هذا المجال كيعرف واحد التطور وواحد التقدم على صعيد المملكه، فاحنا كنطالبوا
الشباب ديال الساكنه ديال الدوار يرجعوا لبلادهم ويستثمروا في بلادهم، مادام ان عندنا الطاقه الشمسيه وعندنا الصهاريج وعندنا كل شيء موفر لنا، الاجهزه وجميع الالات كاينه. انا شخصيا كنفكر ان شاء الله ندير شي فورماسيون ديال سميتو ديال الفلاحه، ونستغل الاراضي ديالي اللي كاينه في البلاد ونزرع فيها المنتوج اللي كينوض فيها اللي كينبت فيها، وان شاء الله ندير مشروع ديالي مستقبلا عاجلا. كاينين واحد جوج دراري هما كيديروا لا فورماسيون فهذيك المدرسه ديال الشتوكا ايتبها، دابا صيفطناهم باش يديروا التكوين لا فورماسيون باش يرشدوا هاد مالي البلاد باش يرشدوهم. الحمد لله كاين واحد عنده لا فاك، واحد عنده الباك، المهم خرجوا دابا واحد جوج دراري. المشكل ديال الحلوف كاين، الحلوف موجود، ولكن الحلوف بالنسبه لنا حنا كندير واحد البرودوي غير تيشمو تيمشي بحالو. واحد البرودوي حنا لقينا واحد النقطه كنشمو كندير واحد البرودوي كندوروه للمساحه اللي فاش كان كيدخل ليها كيشم ديك البرودوي كيمشي بحالو. وهذا المشروع بطبيعه الحال تيبان لي بانه عنده مستقبله، وكنتمنى من الجميع السكان ديال المنطقه كذلك ديال إدمين والسكان ديال دوتنان يمشوا في الاتجاه ديال هذه المشاريع، لان هذا المشروع اللي كان ديال ما نسمي بالخضره الطبيعيه اللي هي الان كتسقى بالطبيعه ديال البلاد، هذه حنا بغينا نعطيو اكثر من هذا الشيء. حنا كنفكروا الان في السدود الان حتى هي راه عندها واحد الدور كبير، يعني واخا الحمد لله الطاقه الشمسيه والماء موجود، ولكن حنا كنفكروا في السدود التاليه، يعني ما نكونوش نشتغلوا غير هذه الاراضي اللي هي قريبه، ولكن نستغلوا اكثر من الاراضي الاخرى اللي غير شيطه هنا. يعني عندنا واحد الرؤيه كبيره ان شاء الله باش نردوا المنطقه كلها ديال هذا الخضورات. وباقي واحد الفكره اللي باقي ما وصلناها ديال الفواكه الجافه كما اللوز، واخا كاين الزيتون كاين، حنا باقي تنفكروا نشوفوا مع الجمعيه والاطور ديال الفلاحه نشوفوا شي حاجه اللي غتبقى هنا اللي غادي تسقي غير مره مثلا في اللوز وفي التفاح، نشوفوا يعني المنطقه هما اللي غادي يعطونا الخصوصيات ديال هاد الارض اشنو كيبغي بالضبط. من وزاره الفلاحه كنطلب منهم الترخيص ديال الابر ديال الفلاحه، ما كيساعدوناش الترخيص، تيقول لك اسيدي حنا ما يمكنش نعطيكم الترخيص على واحد المساحه كثيره لان الفرشه المائيه هذه بالنسبه لنا حنا كيف في العالم القروي فيه الهشاشه وفيه سميدو، حنا بينا نزولوا ديك الهجره العالم القروي المدن بينا نحاربوها باش كل واحد يرجع بلادو يخدمو، ولكن هما ما يبغيش يساعدونا في هاد الترخيص ديال لابير. في بالنسبه لحوض البسن جرج البسن الحوض المائي ما كيبغيوش يساعدونا في هاد النقطه ديال النقط ديال الماء. حنا بغينا نزيدو واحد جوج بيار باش الحمد لله 26 هكتار اللي بقات حتى هي باش نطلقوها باش نساعدوا هاد الفلاحه اللي بقاو باش يستافدوا حتى هما.